يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يملوك كرن عزرت بهانتو عنيش يلتوي واپس گچو تمنيش لازف فرمايوكتوي بهان تو حضور مو ونیو اس ہرگز تہندس وننس پس کرو بے شک اس کر خبر اللہ تعالیٰ تہندین اصلی حالاتن ہز بیچ آئندہ اللہ تعالیٰ بی تہند پیغمبر تہذ کامی توپت یو تھی واپس نن تس پروردگارس نش اس سوری پوشید تنون زانون چھو پس کر سو تہ خبر تمن سارنی چیزن ہز یم تھی کران اسو توپت دیو تمش مزود سیحلفون باللہ لکم اذا قلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون وإن تم تعنش توبت هاون تم قسم خدای سن يل توي واپس يو تمن كون يو توي دار گزر كريو تمن نش پس كريو توي تمن نش دار گزر تم ترويو پنس حالس پیٹ پس پر تم چه مگر تا گند تون انجام چه سٹا خراب پتو لاغ شواتن تمن جهنم سندر اچو تمن سزا تمن کامن يون يم تم کران اس يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين يم قسم چ تم هاوان توي برونٹ کني يتوي رزي گچو تمن نش هرگه بل فرض تو چينو ابزو قسم وس متاثر سبجت رزي گچو تي مگر الله تعالى سبجن هرگز رزي اتن شريرت نافرمان لوكن نش الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم يمن منافقن مزيم گامك لو كريس چه تم چه زياد سخت كفر كين تنفاق كين بيش تم اچ قابل كي تم زانن نتم احكام يم الله تعالى پنس پیغمبرس پر نازل كير الله تعالى چه سوري زانون ستا حكمت وور ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم بيشي مو گام كيو منافق وندر بازي لوكن كفر و نفاق و جهل و علاو بخل و عداوتك صفات بد تي تم چه زانان خداي سيزي واتي اندر خرج کرنس چيت تجرمان بيش پياران تم توي پر پوت خوري نس پوت خوري تمن پانس الله تعالى چه سوري بوزمون سوري زانون ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم بیچ گام کیو لوکو اندر تم یم پور پاس چ کران کنس خدایس بی پتمس دوست یعنی قیامتس بیچ یم گنزران خدای سند وتی اندر مال خرج کرنس تسند قربت پیغمبر خدای سند دعای خیر اک روت ذریعہ وار بوزیو واقعی چ سو خرج کرن تون تین دی خاطر قربت ذریعہ ضرور وات نا ایت من اللہ تعالی پنس رحمتس من کیازی بیشک اللہ تعالی چ سٹا مغفرت سٹا رحم کرو والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم بيم بروت غسوين ورني مشرف بإسلام سبدوين مهاجر و تانسار وندر بيتم لو يمو تينز باروي كرت طريق يمن سارني نشو الله تعالى رزي تم تيش تسنش رزي بيتهو الله تعالى تيند خطر تيار تم جنت يمو مي جوي پکان چه تم ني جنتن منز روزن تم هميش يهي گئي برد کاميابي ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة
ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم بيم تاي اند پي گامن هند لوکو اندر بي شار كيو لوکو اندر تي يم منافق چي يم داڙ ڪري چي نفاقس پيٽ تو زانيو كن تيم اي زانو كتم جلدي ديما وستمن دنيا سندر سزا دوگن تو پتين تيم سوزن اخرت کس بڙي عذابس كن واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم بيشي من وراي كين لوك يمو يقرار كور پنين گنان يمو ملناوي رس عمل يچ عملن سج شايد الله تعالى كريتون توب قبول كيازي الله تعالى چو بيشك ستا مغفرت كرون ستا رام كرون خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم رٹو حض یمن توبہ کرونی نش تہند مال اندر اس تم پیش کران بطور صدقہ کروک تم پاک پاکیز تم صدقہ سی بیوک دعائے خیر پز پہ تہ دعائے خیر سمن تسلی تو اطمینان حاصل سپدان اللہ تعالیٰ چھ وار بوزون پور زانون الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عباده ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب کیا تمن چھ معلوم کہ اللہ تعالی چھ توبہ قبول کران پنن بندن ہند بیچ سوئی صدقات قبول کران بیچ نہ تمن معلوم کہ اللہ تعالی چھ سٹھا توبہ قبول کرون سٹھا رحم کرون وقول اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشهادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون بے فرمایوک تو چے لوکو کران گچو تو عمل اللہ تعالی چ پان وچھان تونز عمل بے پیغمبر توہن بے بائی مان بے یوت واتناون تے ذات پاکس نش یو سوری پوچھی دتنون زانون چو پاس کری تو خبر تمن سارنی کامن ہنز یم تو کران اس و اخرون مرجون لامر اللہ انما يعذبهم وانما يتوب عليهم والله عليم حكيم بیچکین لوک پتھ روزونی اندر یم پیاران چھ خدا سندس حکمس تمن متعلق چھ یا کرکھ عذاب یا کر تہند توبہ قبول اللہ تعالیٰ چھ پرتک سند حال پور زانون تس سے خبر سوئی چھ سٹھا حکمت وول والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون بيش باجي لوك يمو مسجد بنو اسلام زرر واتناون خطر بيوت تاتمز كفر چي قط کرن بيوت مسلمان مز تفرق تراون بيوت زاغن جاي بنت من تس شخص سند خطر يم بروٹي مخالفت کر خدای ستنجس پیغمبرس تو پر چ قسم هاوان کہ اس اوس نا اندر یعنی مسجد بناون سندر بہتری ورای کن چیزو کراد خدا چ گوا کہ بے شک چتم اپیزیت لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين تو ماز گچو تات مسجد منز نماز پرن خاطر ہرگز البت سو مسجد یت کو نام چدن گڈنی کی دو پٹھائی پریز گری پٹھ سوئی چ سزا وار یم خاطر کی تو پریو تات مز نماز تات مسجد یت من چتم لوک یمن پاکی چ چٹا ٹٹ اللہ تعالی تچو زیادہ پاک روزونین ٹوٹ تھاوان افمن اسس بنیانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه
خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين يا سوشخص يم كن دوت پنس گرس خدایس کوچ کوچ تنز رضامندی ثاندان سوشخص چا بہتر کن سوشخص يم پن گرچ بنیاد کن دوت کھکری چمبکس اندس پٹ یت پھاٹ تی گمچس یس وش پنس تیار اوس پاس پیو سو وش ناری جہنم سندر اللہ تعالی چن واتھاوان اتن ظالمن لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم هميش روزي يغار يستمو بنو تينين دلن اندر شاكوك سبب سو صلحن مگر اينكي ريزيز غستينين دلن الله تعالى چو سوري زانون حكمة وول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم پس پٹھ اللہ تعالی ہت مل بائی مانن نش تین پان تون مال جنتس بدل یم خدای سی وتی اندر جہاد کران چی یت مز کنی وقت دشمنن ماران چی کنی وقت پان شہید سپدان چی ات جہاد و قتال اس پٹھ وعدت من سی کرنا آمد چھو سو چھو پوز وعد امیک وعد چھ کورمت اللہ تعالی پوز وعدہ توراتس منز تی انجیلس منز تی قرآن مجیدس منز تی یہ کتھ چھ مسلم کہ خدای سند کھت کوہ کھا چھ زیادہ وفا کرون پنس عہدس پس گچھو خوش پنس یت سوداس پٹھ یس تہ کورو خدای سیت یہی گئی بڑ کامیابی التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين جمن مجاهد بايمان ان صفات چ تمچ توب کروین تمچ عبادت کروین تمچ حمد دپوین تمچ روزدار روزوین تمچ رکوع کروین سجد دیوین بیچ تم مرزن کتن ز تعلیم دیوین ت یش کتاونی چ پاترٹوین بیچ تم خدا اسن حکمن رچ کروین خوش خبری فرمایو تمن بايمانن یمن اندر جہاد جذب تیم صفات آسن ما کان للنبی والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم جائز چن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے بائیمان کی تم کے منگن مغفرت مشرکن ہند خاطر اد اسنک تم اشناوی تم نش وار یکت نن پت کی تم کیا چھ نارک لو وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم بيوس مغفرت مانگون حضرت ابراهيم سن پنس مال سند خاطر مگر اک وعدہ پور کرن خاطر یستمو تس کرم توس ادیلی تمن ننیو کی سوچ دشمن خدای سن کیم سپت تس دی بیزار پیش پٹ حضرت ابراهيم اوس نرم دل حلیم التبع وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم الله تعالى چون دالان كن قومس يمن هدايت كارن پت يوتان تمن وار بيان كران چو تم چيز يمو نيشت من بچن تو پت روزن آسان چو بج پوش الله تعالى چو پرت چيزا پور زانا ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
پزی پہ اللہ تعالیٰ سی بادشاہ آسمان تو زمین سی زندہ کران تو ماران بیان تہند خاطر خدائس ورائے کان دوست کان مددگار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم الله تعالى سبت متوجه رحمت سج نبي كريم صلى الله عليه وسلم بيكورن تمن مهاجرن تانسارن كن توجه برحمت يمو تهنز پاروی کر سختی هند وقت كي تمن دوتن توفيق استقامتو مشقتو تکلیف برداش کرنو يم پت کی قریب اس کیا اکی جماعت ایک دل دلہن تمن نش تو پت پھور سو تمن کن ثابت قدمی عطا کرن سی کیا اس تمن پٹ سٹا مہربان تو سٹا رام کر وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم بكرو توب قبول الله تعالى تمن ترن شخصن هن يون مامل ملتوي او سام تھاون يوتان تمن پٹ زمین کھولت وسی اس تنگ سپود بیائی کیم تی پان سٹا تنگ تاجز بے زون تمو کی کا چپن جایا چن خدای سن عذاب نشی بچن خاطر تصور توپ سپود تمن کن متوجہ رحمت سی یت تم توبہ کرن پز پٹ اللہ تعالی چ توبہ قبول کرون سٹا رام کرون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین ای بھائی مانو کوچ خدایس بیروجو عملی اندر پز جارن سی ما کان لاهل المدینہ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين شو بهن پجهن مدینه منور کن لوکن بیتمن لوکن یمتمن انج پ گامن اندر روان چی پات روزن تو شمولیت نہ کرن پیغمبر خدای اس ہمرا جہاد اس اندر نیر نشی بے شو بهن تمن پن پان زیادہ ٹٹ زان کیند خط یتمن سو شمولیت کرن ضروری یم مک تمن لجن تریش تمن لجن بچی تم پکن کونی واتی مگر بشان شوکت یم سچ کافرن چاک ونج دز بی کورن تمو حاصل دشمنن نش کانہ چیزا مگر یمو ساروی چیزو بدل آئی تمن نام اعمال اندر رس نیکی دیکھن پز پٹھ اللہ تعالیٰ چھن ضائع کران نیکو کارن ہز مزوری ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون بے کرن تم کی خرچ لوکٹ یا بوڑ بے چھنڈن کا مدانہ مگر تمو بدلتی نک نیکی لکھن یوت اللہ تعالیٰ تمن رچ مزور عطا کری تمن کامن ہنز یم تم کران اس وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون بي بجن باي مانا نيرون اكوات سارنيهن اتفوات كازيين عمل کرن كي برات بڑي جماعت منز يي اكاك لوكت جماعت سوزن يتيم دين كي احكام حاصل کرن بي يتيم بیم کرن پنس تت قومس یم درامت چی یل تم تور واپس ین تمن نش یت تم دین چی کتت احکام بوزت احتیاط کرن نافرمانیو نش یا ایوها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم
أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اے بائی مانو جہاد کریو تمن کافرن سیت یم توہی نقتل چھ کمن تین بوزن کی توہی اندر چھ سختی بے زانیو یہ کات کہ اللہ تعالی سن مدد چھ بے شک پرہیزگارن تہ متقین سیت وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون بيلك نو سورة شريفة نزل كرن يوان چو پس چه بازه منافقا وندر يم ونان چه تھٹ پرت تلامي وانتاو تو هندر قسم إيمان هريو يه سورة شريف نزل سبدن سويت پس يمو لوكو بنوطي إيمان علمت چو كمن هرو ضرور قرآن مجيد اكتم سورا ستا إيمان چناچ تم چه ستا خوش وأما الذين في قلوبهم فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون مگه تملوك اینن دلن اندر نفاق مرضجو پس حروتمن قران مجید تیم سورن ناپکی پٹ ناپکی بے موتم کوفتی حالت پٹ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون آیا وچان چنا تمزی تمن چ ضرور آزمائش وان کرن پرت وری اک پھری یا دوی پھری کنت کنی آفتس بلائی من مبتلا کرن سیت تو پت چن تم باز یوان نچ تم نصیحت رٹان وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون بيلك نو سورة شريفة نازل كرن يوان چو تم سات چتم اكيكس كون وچني لگان اشارو سوي چ اكيكس پرسان وچان ما چتا كون کا مسلمان وندر اتي چ چلون هوان الله تعالى پھر دين دل دين حق نشي کیا جتمن چون پوز فکری تران لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ايلوكو بتحقيق او تكون پیغمبر تهي منز يعني از جنس بشر يمن شتا ناگوار تو دشوار تو تهي تکلیف واتن شتا خي چتي من توند فائدچ با ایمان کی چتم شتا مهربان شتا شفيق فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هرگا يأشت لوك روغر داني كارن توي فرمايو كه پروا چون باش چو مي الله تعالى كه معبود چون تصور اي تسبت كور مي اعتماد سوي چو بدي عرش عزيمك مالك سورة يونس چو مكي اكت نواي كريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم ألف لام را ام چ حروف مقطعات ام چ آیات پر حکمت تو مضبوط کتاب ہیں اکان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين جايمن مكن لوكنچا اجي بوزن يوان يكات اسوز واي جوي اندر كي شخص سپٹ بيم كريو تمن لوكن يم خداي سنجس حكمس خلاف كرن يمو ايمان اون تمن فرمايو ي خوش خبر كي تين دي خاطر چ تينجس خداي سنجس سود مرتب كافر الحيران گئي كلام پاک بوجت دپن لگ پز پش شخص نوز بالله صاف ساحر جادوگر إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش
يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون پز پوشتون پردگار اللہ تعالی یم پد کر آسمان تو زمین چند دہن برابر مدت من توفت خود سو عرشس پیٹھ سوی پرت کام ہند مناسب تدبیر کران تس بروٹ کن ہیکن کا شفاعت کرت تہند اجازت ورائی پس چھ سو عظیم تہ یہ معبود برق تہند پردگار پس کرو تہز یس پرستش کیا یم دلیل بوزت چھنا تہ فکر تران کی یم سی تہ نصیحت رٹو الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدا الخلق ثم یعیدہ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون تسكن چتاي سارني واپس واتن چ الله تعالى سو پوز واد پيز پر سو چ گڈ پد کران مخلوقن تو پد کر سو دوبار بیت من پد قیامت دو یوت بدر دی سو تمن لوکن پوری پور یمو ایمان اون بی کر رسامل عدل و انصاف موجوب بی یمو لوکو کفر کور کیند چن خاطر چ اخر تسمن جہنم چ رسر بی تم علاو کڈ رازاب کیا تم کی اس کفر کران هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون سقادر مطلق قوسوي يم آفتاب كور نب نب كارون زون كرن برزلوين مقرر كرن نماندر رات اكسند خاطر برجت منزل يتو زانيو ورين هنز گرانت رتن تدون هند حساب الله تعالى كرن يم چيز پد مگر پز پوت وسناوان چ الله تعالى پنی قدرت چ دلیل زانن والن خاطر ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون پز پوت رات کس دو کس اختلافس اخ کس پت انس اندر بی یم چیز اللہ تعالی آسمان و زمین اندر پد کر تمن اندر چ بڑ بڑ نشان تو دلیل تمن لوکن ہند خاطر یم خدایس ہوسون چ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا وطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون پز پوٹ یم لوک امید چھن تھاوان سانی ملاقات بیم راضی سپد دنیا چی زندگانی پیٹھے بیم تہ دنیا سی پیٹھ مطمئن سپد بیم سانیو آیاتو نش بے خبر اولائک مأواهم النار بما کانو یکسبون تمنی لوکن ہنس جائے شناری جہنم تمن یچ کامن ہن سزا یم تم کران اس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم پس پوٹی مولوکو ایمان اون بی کرک رس عمل تیمن ہائی وحت پان پروردگار تیندی ایمان کی برکت جنتس کن یمو جنتو منز رنگا رنگ جوئی پکان آسن نعمتن ہندن جنتن اندر دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين درخواست تهند آس جنت سندر منزهت پاک چکسو يا الله تهند تعظيم و تقريم آس جنت سندر سلام آخر دعاش تهند سري تعريف سي سزاوار تش معبود برحقس يس عالمين انهند رب چو ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم
فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون هرگاه اللہ تعالیٰ لوکن پہ تہندی بجل دی شر ٹھانڈس موافق بجل دی عذاب واقع کر ہے اس پہ تم خیر ٹھانڈس اندر بےتبی کران تو اللہ تعالیٰ تمہن خیر جلد واتن ہرگاہ تتھے پہ شر تلدی واتن تیل آس تہند عذاب وعد ڈٹ کن پور سپد پس تم لوک یمن اس نش واتن اس ملاقات کرنے امید چھ یل تراوان یت تم سرکشی اندر اور یور پھیرن بلاخر کروک تم عذابس گرفتار وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فلما كشفنا عنه ضره مر وكأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون بيلي كنس انسان اس كان سختي هواتان چه اتي چوان اسو منگون پرت حال سندر چنگتي بيتي ودنتي توپتي لي سو سختي چس دور كران تند مغنت اس كون التجا كرن پت توپت سو واتان پنس اصلي حال اس كون پكان چ اس تم طريق زن اس كون كون سختي ويجي هايتي كوم چتاس اتي پرچو زينت دينامت حد نش تجاوز كارونين زن تمن یچ عملن یم تم کران ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين بتحقیق گاجت ہلاک کرے اسی مختلف عذاب و سوج واریا جماعت تہی برونٹ یل تمو ظلم کور یعنی کفر شرک کور تمن نشتے اس وچ مت تہن پیغمبر ننی دلیل ہت اس نتم تم قسم کی پاس کرہن تو ایمان انہن اتھے پٹ کے چیس جرم کرونین سزا دیوان ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لنو انظر كيف تعملون توپت کرو اس تھی تم پت دنیا اندر تہذی جائے آباد یت وچو تھی کت پہ کرو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم بيلي پرنشي وانتمن پت سنج واجهت روشن آيات ونانچ تم لوك يمن اميدي چاسيت ملاقات کرنج اي پیغمبر يمي قرآن مجيد بدل انيو بياخ قرآن يتمزن تم قسم مضمون آسن يم سنجس مسلقس خلاف آسن یا کريو اتمز کن قسم ترميم تم آيات کريو ام مز يم اس خلاف چه توي فرمويو بچنو يختياري بك بدلاو آت كه پنن طرف بچسن پکان مگر تمی حکم موجوب جس میں کن سوزن یوان چھو پز پر بشس کھوزان ہرگہ بنا فرمانی کر پنس مال کس بڑی دو کس عذابس قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون تو فرمیو کز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگہ اللہ تعالی یچے ہے بو پرہن تو قرآن مجید بے کرہن تو امش خبر گرودس تہ من عمر ہندس اکس بڑس حصس یم بروٹ کون چھو تھی عقل کران فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون بس کو اکھاچ ظالم دس شخص سند پت یس اپز نورائی معبود برکس پٹ یا زان اپز تہند آیات پز پر کامیاب گسن نافرمان ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله
قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون بيشيم پرستش کران معبود برقص ورأي تمن چيزن هنز يمن تمن کان زرر حقن واتنويت نا کان فائد بيش ونان تم مشرك يم کرن اش سپورش خدایس نش تو فرمایو کیا تو چو خدایس ونان تم خبر يمن سو زاني نا آسمان نندر تنا زمین سندر منزه تپاک شسو تمو ساروی چيزو نشي يم چيز لوك تس شريك تاراوان چي وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون بأسن اللوك ابتدا سندر مگر اكي أمتا هرگاني فرسلي ازلي ياسي هبنور شابد موتون جس پر ردگار سن طرفو نتيه ضرور يمن درميان فرسل کرن تحت مسلس منز يسمنز يم اختلاف کران چي ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين بیچ ونان یم مکلک مشرک کمس پیغمبرس پیٹھ کون سپد نازل فرمائشی معزہ بس فرمائیوک تو کہ غیبچ خبر چھن مگر خدای سی یز بس پیریو تو بچ چھس تہی سی پیار ونی اندر و اذا اذقنا الناس رحمتا من بعد ضراء مستهم اذا لهم مکر فی آیاتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون يليش مزچك سناوان يم لو كني نعمت تمي سختي پت جستمن ورتم ساسان چ تان چوان تم شرارت کرون سانين آيات نسبت تو فرمايو الله تعالى چتون جو خط تيز كار سجي اندر پيش پيش سن سوج مت لكن ول چ لكان سو سري كار سجي شرارت جستي كران چ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين سوگو سوی پروردگار مستی سیر کرنا وان چو خشکی پیٹتی دریان مزتی تائیں کیل تو کن سات دریاس مز چو آسان ناونت جہازن مز سوار ناوت جہاز چاسان موافق حواس پکان سری سوار چاسان خوش اتی چھنگت منگ نیران مخالف تیز ہوا توپت چیوان امن ناون ہندن سوارن دریک موج پرت طرف زانان چی تم لوک کی اشائی ولن مصیبت سیت تم سات چی ایوان تم منگ منگ کرن خدایس یہ زانت کی منگن شوبت سیوت یا اللہ ہرگز اسی بلائی نش نجات دیک ضرور بنو شکر گزارو تو حق شناس اندر فلما انشاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون أدل الله تعالى تمن أمي بلائنش نجاك شدوان أجيش تم زمين اسمز بي سرکشي هوان كارن ناحق ايدوك واربوزيو كتوهن سرکشي تنافرمانيهن زرر چون مگر توهي پنج پانن پٹ بس دنیا چی زندگی ہن تمتا چھو تلان کینچن دوہن تو پت چھو اسی کن تہ واتن بس خبر کرو وش تہ تمن سارنی یچ عملن ہنز یم تہ کران ایسو انما مثل الحیاۃ الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم
قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون بس دنيا چی زندگی ہنز مثال چھن مگر تم آب مثال یس تراوان چھ آسمان کی طرف ملناون چوان تس سی تم چیز یم زمین مز کھسان چھ تمو چیزو اندر یم چیز انسان کھوان چھ بی یم چارپای کھوان چھ تائی کیلی زمین پور رٹان چھ پن رونق بی سپوت زمین سر سبزی سی مزین خیال کور زمیندارو کی پز پٹ اس چوان زراعت امی زمین پیداوار پنس اتس من اتی چھ واتان تا سون حکم رات کت یا دہلی بس چھ تراوان اس لونت زن اوسمت اس کی یو اتھے پٹ چھ پن آیات ویسن بیان کران تمن لوکن ہند خاطر فکر کران والله یدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم اللہ تعالیٰ چھ نعت دیوان لوکن سلامتی ہندس گھرس کن بیچ وت ہاوان یمن یسان چھ راہ راستس کن للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون یمن لوکن خاطر چھ رس مزود یعنی جنت یم رس عمل کرن بی تم خود زیاد ولنین ہندن بچن سیہی بین رسوئی یمے کی گئی جنت لوک یمے آسن جنت اسم ہمیشہ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئه بمثلها وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بي مولوكو يشكامي كاري يشكامي هنز مزور تيشي يسي تمي علاوي تينين بچن والن خيري ورسوي آشنة من خدا يسنش كهان بچاون والا زنتين بچاسن والن آمد تاريخ رات سنزاو چلو سج يمي كي گئي نارك لوك تمنش روزن تات نار سندر ہمیشہ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون سدوحتی چھ قابل ذکر یم دو تم ساری مخلوقات سمروک اکوٹ توپت ونو اس مشرکن ای مشرکو ٹھہرو تھی بی تہند شریک پنی جائے روزیو توپت تراو اس تمن من تفریق تو دورر تم کرن پان ون اکھ اکس مقابل ونن تہند باطل معبود تھی ایسو نا سن عبادت کران فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین بس چھ بس اللہ تعالیٰ گواہ آسن کن اس من تو تہ من یت کت پہ اس تہذ عبادت نش بالکل بے خبر هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون امی وقت کر امتحان پرتھا کا تت سرسی تم کور متاس بروٹ واتناون ان تم خدای سندس عذاب کن اس تہد حقیقی معبود چھ تم ساری باطل معبود یم تمو ٹھہرمت یمن ہز پرستش کران گھن تمن نش غائب ختم قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون رسول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشركان کی سکوچو یستے رزق عطا چھ کران آسمان زمین کی طرف بی ونتو کوچ مالک توندی بوزن کی تو وچھن کی قوتو بی کوچ زندس کڈان مردس کڈان زندس نیشی بی کوچ سارنی کامن ہن تدبیر کران یمن سارنی کتن ونن تم جواب یم سارے کام کرون چھ فقط اللہ تعالی تو فرمایو اد کون چھ تو تس شریک ان نیشی پات روزان فذلکم الله ربکم الحق
الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون يمسن جم أوصاف أفعال چه پس يهوي چو معبود برحق تون حقيقي پروردگار پس كاته پس كاه چو باقي روزان گمرهي ورأي پس پوز ترويت كاي چو توي أبزسكن غسان كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون اتاي پر سب ثابت تونس پروردگار سن ازلی کات یمن نافرمانن پٹ کی یم انن زہت ایمان قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیده قل الله یبدا الخلق ثم یعیده فانا تؤفکون ایت پر چوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ای مشرکو کیا تونجو یمو ابجو معبودو اندر چاکا جس گوڑ مخلوقات پدے کی کری تو پتہ دوبار بے پدے کی کری تو ہی فرمائیو اللہ تعالیٰ چھ گوڑ پد کران سوئی کری دوبار بے پد سارنی مخلوقاتن اد کوکن چھو گچھان قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل اللہ یهدی للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون إذا أردت أن مشركو كيف تنجو أبزو معبودو اندر چاكا يس بجس كن واتخوي تيكي تهي فرمايو كي الله تعالي چو بجس كن واتحوان كي يس معبود واتحاي بجس كن سوچا زياد سزاوار پیروی کرنس كن يسن پان بيسن وات هاون ورأي وات لبان چو بس كيه گو تهي يكوت لغو فرست چو کران وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون بيچن أكثر يمو لوكو اندر پاروی کران مگر فرست خيالاتا نيز پس پوٹ فرست خيال چون کان فرد ديوان پس برونت کنی پس پوٹ اللہ تعالى چپور زانان اتم کران چی وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين القرآن المجيد چون تس كتابا يسترون اي پن طرف خدای سوري بلکی چي نازل کرنا مت تصديق کرون تمن کتابن يم امي بروت چ نازل کرنا امس بي چي تمني کتابن هم تفصيل ت توضيح بيان کران کا شک چون ام کس کتاب آسماني آسن سندر يوي چ نازل امت کرن عالمين هندس پروردگار سن طرف أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كي باوجود آنشيم لوك ونان في قرآن مجيد شو پنی طرف تاروم حضرت محمد نعوذ بالله تو فرمیو كي تل انتو توشتی اچھو اک سورة بیدیتو ناد يمن تو حكيو تتمن پنی مد خطر معبود براقص ورائي بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بل كشيم انكار كران اپس زانان تحجيزس همشت تمن پور واقفیتی چه ونی کت ننی تمن امیچ حقیقت اندی پوٹ کر تقزیب تمو لوکو تی یمی من برونت هش پنین پیغمبرن پس وش کیا هوس انجام تمن ظالمن هند ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين بیچ یمو اندر بازے یم آئند پاس کرن ات قرآن مجیدس بیچ بازے یم نہ پاس کرن ات نون پروردگار چو پور زانان مفسدن وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ
بارگاہ ان دلیلن ہند باوجود یم لوگ تہ انکار کرن تھی فرمائیو مے چھ مزوری پنہ کامہ ہز تہ چھو مزوری پنہ کامہ ہز تو چھو بری میان کامہ نش بچس بری تنج کامہ نش ومنهم من یستمعون الیک فانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون اگر چتمو منس باجے یم کان تھاوان چھ یم صاحب تو قران مجید پران چھو مگر تہند بوزن نہ بوزن چھ برابر کیا تو ہجو زیر بوزنوت بیل نہ تمن عقل تہ اس کی ومنهم من ينظر اليك فانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون بیشتمو اندر باجے یم تہ بچان چھ مگر تہند وچھن چھ بیکار کیا تو چھو یسان انین وات ہاون یل نہ تمن درٹھی یوان اس کی ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم يظلمون پس پٹ اللہ تعالی چھن کانس ظلم کران قابلیت عطا نہ کرت مواخذت گرفت کران لیکن لوگ چھ ظلم کران پن پانس و یوم یحشرهم کان لم یلبثوا الا ساعه من النهار الا ساعه من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين يم دو الله تعالى تمن سارني ات پر سمراوي تم کرن خیال زان تم روج مت اسن دنيا اسمن ساري دو مز اكس گري لوك اسن اخ اكس پرزناوان بتحقيق تاوان تو نقصان اس تم دو تمن لوكن يم اپو زون خداي سچ ملاقات کرن بي اسن تم دنيا اسمن هدايت لبوين واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون بهرگا تو ضرور هاو وس تمو عذاب وندر بازي عذاب يمن هند وادس يمن كرانچ يا هرگا اس سو عذاب نازل كرن برونتي تو يم عالم نمو توت كيا گو اخر كار چيمن واتون اسي نيش تو پ چلو تالي شهيد تات سي پيات كيم كرانچ ولكل امه رسول فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون بيچ پرت امت خاطر احکام واتنام خاطر اک پیغمبر ادیلی دون پیغمبر تمن نش آو تو پیغام واتنون تمن فیصلہ تمن من کرن یوان عدل انصاف موجب بیین تمن لوکن کن قسم ظلم کرن ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين بيچ دپان لوک عذاب وعید بوجت تحت انکار کرن خاطر کر سب دی واقع یوادے عذاب هرگز تو پوز بنان چو قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون تو فرمایو جواب یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بوچس نو خود پن پان خاطر تی اختیار تھاوان نہ کنی نفوک تو نہ کنی ذروک مگر تو اختیار یوت اللہ تعالی اس منظور آسی پرت امت کی عذاب خاطر تو تباہی خاطر چھو اللہ تعالی اس نش اک وقتا مقرر یلی سو مقرر کرنا آمت وقت تہند واتی بس ہیکن نہ تم نہ پت گچت اکس ساتس نہ بروٹ ہت قل ارائیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون تی فرمایو تلا می ونتو ہرگہ تو خدای سن عذاب واتی رات کیت یا دولی تم منز کس چیز چھ سو یت جل چھ سانڈان نافرمان ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون کیا یہ سو عذاب واقع سبدی اد انیو تو تم سات ایمان ون نی تو تم سات ای منکرو ون کرو نا پاس تو مگر بے سود حالانکہ یہ سو عذاب جس تو جل چھانڈان اس ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون توپتی ون تمن لوکن یمو ظلم کور سہیو مز ہمیشگی ہند عذاب تہ چھن سزا یوان دن مگر تمنی کامن ہن یم تو کران اسو ویستنبئونک احق هو قل ای وربی انه لحق وما انت
كنتم بمعجزين بيشيم تهنيش دريافت كران تبرسان كيا عذاب چا پوزوي تي فرمايو او ميچ پنس پروردگار سن قسم يناي پوز چو تو هيكو نا الله تعالى عجز كيرت ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسر الندامة لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون سو عذاب آشتوت سخت هرگا آسه پرت گناهگار شخص استوت مال يمسي سوري روي زمين پور سبدي ستوت مال تي ديه فدي پن پان بچاون خطر تم دو كي عذاب نش بي ثاون تم گناهگار ندامت خجالت پوشي داي يلي وچن سو عذاب بي فصل چون عدل و انصاف موجب کرن كمن اين ظلم کرن الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون واربوجويلوكو يا اسمانن ت زمين اسمنچو تسوريچو ملك معبود برخصن واربوجو خدايسن وادچو حق تپوز بس قيامتي ضرور لكن اكثر لوك چن زانانت يقين كران هو يحيي ويميت واليه ترجعون شوچو زندكران شوچو ماران بس كه مشكل چ تاس نيش دوبار پد كارون بيو تسري تسكون واتناون يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ايلوكو بتحقيق آو توي كون تونجس پر دگار سن طرف سو چیز جس یش کامی اونیشی پت رتن خطر برز بود واز نصیحت چو جس شخص تمی واز سوی یش کامی اونیشی پت رو تنج خطر چو بود شفا تمن سارنی مرزن خطر یم دلن منز چی گناہو سوی پد سبدان بیچ سو بی بود رحمت بای من هند خطر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فرميوكتو قران مجيد يل يوت بابركت چیز شو لہذا شو بلوكن خدای سن فضل رحمت سوت خوش سبدون جو قران مجيد شو بدر جها بهتر تم خط يم سمران چی قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون فرما یوکتو تلا وینتو خداین یس رزق نازل کرتون جنا فخر تہ کریو پانے بے دلیل تمز اڑ چیز حرام تڑ چیز حلال تو پرستو کیا خداین دتو تہ امک اجازت کنے بل چھو خدایس پٹ اپوز نوراوان وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون بيكيا خيال تمن لوكن يم خدايس پٹ اپوز نوراوان چي قيامتك دو كيم چا زانان كي تمن اين تمك پرسني كه تم دو پيس پٹ لوك تعالى چو لوكن پٹ فضل كران مگر اكثر لوك چن شكر گزاري كران وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بے ٲسۍتو تُہۍ حالہٕ ؤنٛدرٕ کُنہِ حالس انٛدر تِمو حالہٕ ؤنٛدرٕ گوٚو تُہُنٛد قرآنہِ مجیٖد پرُن بیٚیہِ تُہۍ سٲری لوٗکھ چھِو نہٕ کانٛہہ کٲماہ کران مگر أسۍ چھِو آسان تۄہہِ نِش حٲضِر اسہِ چھِ خبر سپدان تُہنٛدٮ۪ن سارنٕے حالاتن ہٕنٛز ییٚمہِ ساتہٕ پٮ۪ٹھ تُہۍ سۄ کٲم کرٕنۍ ہیٚوان چھِو کھٔٹِتھ چھُنہٕ روزان تُہنٛدِس پروردگارس نِش أکِس ذرس برابر کانٛہہ چیٖزا بیٚیہِ چھُنہٕ اکہِ ذرٕ کھۄتہٕ لۄکُٹ نہ تمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ مگر یُس نہٕ درٕد چھُ روشن تہٕ واضح کِتابہِ انٛدر الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
وار بوزیو خدائے سن دوست تم چھ تم نہ کان خوف نہ سپدن تم کن قسم غمگین الذين امنوا وكانوا يتقون تم گئی تم ایمان ان خدایس بیروت تس کھوچان لهم البشرى في الحیات الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم تندی خاطر چھ دنیا چ زندگی من آخرت زندگی من بڑ بشارت خوشخبری کامیابی ہنس تغیر و تبدیل چھن خدای سن کتن تم سن وعدہ چھ پخت تو پوز وعدہ یہ گئی بڑ رستگاری تو کامیابی ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم بمكرن تو غمگین تو ازر دو دشمن ہنز بیہود کت پز پٹ عزت بے قدرت غلب چھ سوری خدایس چھ سوری بوزون ساری چی خبر تھاو الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون وار بوجو يم مخلوق اسمان انت زمين اسمز چي تم ساري چ خداي سين ملك كمي سنا پيرويچ كران تم لو يم لو كالو تالاس وراي بين باتل معبودن هز عبادت چ كران تم چن پيروي كران مگر بيسنت خيالنت اوهامن هز بي چن تم مگر اندازات قياسا لگاوان هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون سپردگار گو سوی یم رات کر پد یتوی تات مز آرام کریو بی یم دو کر پد یتوی تات مز وچت کریت پنن ضروری یات پور کریو پز پر شب روز پد کرنا سندر چھ قدرتک بڑ بڑ نشان یمن لوکن دی خاطر یم وار گوزان آسن قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون جناچ مشرک چوانان الله تعالی اس چ اولاد حالانکہ منزات پاک چ اولاد اس نیچ سوش بینیاز یہ اسمان زمین سندر چ سورو چ توند چن توہ نش کان دلیل ات پٹ کیا تو چ خدا اس نسبت تی ونان ہمیشن توہ کان خبرات چ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون تی فرمایو بتحقیق یم لو خدا اس پٹ اپوز نوراوان چ تم سبدن زہ کامیاب متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشدید بما كانوا يكفرون دنیا سندر چیمن کیہ کالا تمتا تو فائد تلون تو پت مرت اسی کن تمن واتون تو پت چناو کستم سخت عذاب مز کیندی کفر کرنے کی سب واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون بي پريتو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمن پٹ قصي حضرت نوح يلتمو دو پنس قومس اي مياني قوم هرگا گوبيو توي پٹ ميون توي منز روزن بي ميون واز پرن خداي سنديو آياتو سوج سپت تن ناگوار توي مش خداي سي پٹ اعتماد تا ڈاک کرمو مي زرر واتناون خطر کريو توي پخت پنن کام يم توي خداي سن شريک چي وقت زانان تم رجوخ پانس سوج توپت مہ ثن سو کم یس تھی مے نسبت کرن تہ اندر کنس پہ پوشید توپت یہ تہ مے نسبت کرن چھو تی کریو تر کرن ورے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ہر گت توج روجو وتھی پھران مے مجن تہ یات وازو نصیحت کرنس پہ کم مزوریات ایوزا مین مزور چھن کنس مٹ خدایس ورے میاو حکم کرن کی بروز فرما بردار وندر فکذبوه فنجیناه ومن معه فی الفلک وجعلناهم خلائف واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا
فانظر كيف كان عاقبة المنذرين يت بليغ واضح فهمائش کرنا پت تی کور تمو تس انکاری پس دت نجات اس حضرت نوحس بیم تمن سوت اس ناوی منز باقی پھاٹی اس تم لوک یمو انکار کور سانین آیاتن پس وچھو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت سپود یا انجام تمن لوکن ہن یمن بیم کرن یوانوس ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين توپت سوجس حس نوحس پت بی پیغمبر پنن قومن کن پساتم پیغمبر تمن نش نئی دلیل یت پس اس نتم تم قسم لوک تم کے کرہن پس تات یتمو ام بروٹ انکار کرمتوس ایتھے پٹ کیچ مہر کران حد ڈلونین ہندین دلن پیٹ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين توپت سوجت من پیغمبرن پتا حضرت موسى بحضرت حارون فرعون ستانجن ہم نشینن کن پنن معجزات پس کرتمو تصدیق کرنے نش تکبر بیشتم لوک جرائمن ہند خوگر فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين پس یلی واتس تمن نش نبوت موسویس پیٹ سانی طرف صحیح دلیل دپنے لگ تم بے شک چھو نون سحر جود قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون حضرت موسیٰ دوپک اے کافرو کیا تو چھو اس کت ونان ات صحیح دلیل یلی سو تہ نش واتس کیا یہ چھا جود سحر حالانکہ جادوگر چھن کامیاب سبدان قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين تم لگ تور ونی اي موسى کیا چاک اسی تمی کامی نش پھرن خاطر یس کام کران وچ اسی پان پنن مال تہ بڈ بب بی چھو تو یسان جو تہ گچ اس پٹ سرداری تہ زچل حاصل سبدن دنیا سندر اس ہرگز تہ پاس کراون وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم بيون فرعون پنن ہم نشینن تو دیو انیت می سری زانن ول جادوگر فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون اد یلی آی تم جادوگر تمن تو فست موسیٰ ترایو پتھر میدانس یہ تہ تراؤن چھ جاج اندر فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين پسلی ترو تمو یتمن تراؤنوس حضرت موسیٰ دوپک اے ساحرو تو یہ ہیتھ آمت چھو یہ گو جود تی چھن جود یت فرعون سند لوک جود ونان چھ اللہ تعالیٰ کر ات تہندس جادس ضرور باطل تو بیکار پز پاٹھ اللہ تعالیٰ چھن شیران تو سنبھالان مفسدن ہز کامہ ویحق اللہ الحق بکلماته ولو کرہ المجرمون بیچ اللہ تعالیٰ پزس مضبوط تو محکم کران حسب وعد پن حکم سوت اگر چ ناگواری گستن کافرن تو نافرمان فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين بس بس کرن حس موسیٰ گڈ گڈ مگر پن قوم کیو کینسو شخصو یم تین رشتہ دار اس سوت فرعون ستہنجن ہم نشینن نش کوج یتن سوت من سختی کرت پانس کن پھیری کیاز فرعون اوسنا زبردست بادشاہ زمین مصرس منز بی اوسنا سوت سٹا زیادتی تو ظلم کرون
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين اس موسى اندو پنس قومس اي میانی قوم ارگر توي پاس کرو کنس خدایس پاس کرو تس پیٹ اعتماد شوئی تی فرما بردار فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين پس ون تیمو اس کور تس معبود برقس پیٹ واقعی توکل تی اعتماد دوپت کرو دعا اي ثانی پروردگار اس مو بناو تخت مشق من ظالم لوکن هند ونجنا برحمتك من القوم الكافرين بيجي نجات هسي ماز پنی رحمت سيت من كافرن نشي وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين بيسوز اسواي هس موسى بيتانس برادر هست هارون اسكن كي تشتهيو بدستور پنی قوم خاطر رهائشی انتظام مصر اندر بیہ ایسو نمازن ہند وقت تمہ پن گھر بناوان مسجد بیچ سٹھا ضروری کہ نماز تھو برپا اے موسیٰ بشارت دیو بائی مانن وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینتا واموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم بكر مناجات حلت موسى ايساني فروردگار بيشك سيجد فراونس بيتهنجن اهل كارن دنيا سندر بود شانو شوقت بيواريا مال و دولت ايساني فروردگار يكورتك يتيم دالن لوكن چاني وطنشي ايساني فروردگار خش فرتينجن مالن تجايدادن سخت کروك دل تهند يتن تم ايمان انن توتان يتان كر عذاب ان اچو اچن قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون الله تعالى فرمو بتحقيق قبول او كرن دعاتهم يتن پيروي كديو تيمن لوكن هز يم بعلم شي وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين بيت أبور أسي بني إسرائيل دريائي قلزمس بس دوريو تمن پت فرعون پن لشكر هات ظلم كين بي حد نش تجاوز کرن كين تائن كي لي فرعون فتن هتن تمسات لوگ دقني ان میں ایمان كه معبودا چون تا ذات پاكس ورائي يس ایمان ان بني إسرائيل بي چوز بتي فرمان بردار وندر الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الله تعالى فرموس اي فرعون ممكنس شوك فرمان برداري هن يقرار كران بتحقيق اجت برونت كتا نافرماني تسركشي كرت بيوسك تباهي كارونيا وندر فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون پس چھ از چون بدن پھٹ کن کھاران یم چھ پت ین تہند خاطر سپدی اخ نشانہ عبرت بے شک لوکو اندر چھ واریا سانو قدرت کیو نشانو نش بے خبر وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم
إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون پز پٹ فراون سن ہلاک کرن پتہ بسے اس بنی اسرائیل رچ جائے بیکرس تمن عطا رزق رچ رچ چیز پس کرن تمو اختلاف مگر احکامن ہن علم واتن پتہ پز پٹ تون پروردگار کرے فیصلہ تمن اختلاف کرونین من قیامت دو تمن سارنی چیزن ہن تمن من تم اختلاف کرانے فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هرگه بالفرض تكون قسم تردد شك آسي قرآن مجيد اسمان يوسف تكون نازل كور تكريو دریافت تمن لوکن نش يم لوك بيوٹ مي كتاب پران چي بتحقيق شك شبه ورأي آي تكون پز كتاب كونجس پروردگار سن طرف پس محض اسیو تو شک تو تردد کرونی اندر ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين بما اسیو هرگز تو تمو لوک اندر يمو اپ زانت انکار کر خدا اسن آیاتن پس سب دیو تو تی نقصان تلونی اندر ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون پس پٹ يمن لوکن هند خاطر ی ازلی حکم چانس پروردگار سن طرف ثابت سپودنچو تم زه ایمان انن ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم هرگه تمن نش سری آیات تی واتن توتی انن تم ایمان یوتان وچن کڈر عذاب فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين بس أسن كن شارك لوف يمو عذاب وشت إيمان أن تبدتو تيم إيمان أن فايد أست يونس سن قوم وراي كمن بتشيل عذاب هتو نزل سبدون أتي أن تمو إيمان يلتمو إيمان أن أتي تول أستمن خيري هن عذاب دنيا زندگي أندر بيت الله تيم زندگي هن تمتع بارن كس وقت استان ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين بيهرگا تون پروردگار يچه انهن ايمان تم سري دو هم زمين اسپیٹ چه اکوات کیا تش کرو خلوق مجبور ايمان ان اسپیٹ تائی کی سري بنن با ايمان وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون حالانكي ممكن چون كان شخص ايمان انون خدای سن حکم ورای تنج یسن ورای بیچو اللہ تعالی کفر چ نافرمانی اندر تراوان بی عقل قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون فرمایوخت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لوکن ای لوکو وشتو کی کیا چ آسمان تے زمین اندر اللہ تعالی پد کرمت بی کیا فائدہ دین آیات بی بیم کرن ول یعنی پیغمبر تمن لوکن یم ازلی بی ایمان آسن فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلو من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين بس چری یم لوک انتظار کران مگر تتنی مشکل دہن ہن یم گزرے یمن بروٹ تی فرمایو کری انتظار تو بچس تو ایس انتظار کرونی اندر ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين توبت اسس نجات دیوان پنن پیغمبرن بیتمن لوکن یمو ایمان اون ایتای پرچ مت اسپیکٹ نجات دین سانی با ایمان قل یا ایها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله
فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين فرمایوکتو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای لوکو هرگتو شک چمینس دینس متعلق پس وار صاف صاف چوب فرماوان پس بچس نو عبادت کران تمن معبودانی بیتلن ہنز یمن تو عبادت کران چو معبود برعکس ورے بلکہ چس عبادت کران تس خدای سن یس تو قبض روح کران چو بیاو می حکم کرن خدای سن طرف با ایمانہ وندراس نو وان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین بیاو می حکم کرن متوجہ روزنو دین توحید اس کن سری باقی دین ترویت بیام من یتن ہرگز ساسک مشرکا وندر ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين بيتنو خدای سوری بیکنس منگان اسک یسنو چه تنز عبادت کریت کان نفع هکی وات نویت عبادت نکریت کان zarar هکی وات نویت هرگت اس کام کرک یعنی معبود برق سوری بیکنس عبادت کرک پس چوب ستلی ظلم وندر و ان یمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یریدک بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم بیاو می ون کہ ہر گالو تعالی کا سختی احوات ناوی چے پس چھن کا سو سختی دور کرون تصور بی ہر گس یچ کا خرا چان خاطر پس ہکن پاترٹت کا تنجس فضلس بلکہ چھ سو فضل پنن وات ناوان پنیو بند اندر یس یس ہان چھ تاس بی چھ سو سٹا مغفرت کرون سٹا رحم کرون قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل فرمایوت لوکن ای لوکو بتحقیق او توہ کن دین ہا پنس پرودگار سن طرف پس یوس سجی وات پٹ یی سی پن فائد خاطر بی یوس شخص تمنش دلی سجالی پن پان کی زر خاطر میچن توز کم پشر نامس بکرو تو ہدایت قبول کرنس پٹ مجبور واتبع ما یوحا الیک واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بی کریو تی پاروی تات تہ کن وائی سوزن یوان چھ بی کریو تی صبر یتانی اللہ تعالی پن فیصلہ تو حکم جاری کری سوی چھ رت حکم تو فیصلہ کرون سورہ ہود چھ مکی 133 آیہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الف لام را القران المجيد چ کتابہ نمک آیات تا احکام چ مضبوط تو محکم کرنا ام تو پچ تی محکم وسنا نام حکمت والس با خبر خدا سین طرف الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير عبادت پرستش مکریو کنس کنس خدای سوار بچس تند خاطر تن طرف بیم کرون بی خوش خبر ونون و ان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير بي منجو پنن گنان خاطر مغفرت پنس پردگارس توپت کریو رجوع تسکن یت فائدہ تل نایو تہی رت فائدہ کس مقرر کرنا امتس وقت استان بی کری عطا پر زیاد عمل کرونس زیاد مزود اگر تو ایمان ان نش بوت فریو تل چس بو کھوچان تون حق بڑ دو کس عذابس الى الله مرجعكم وهو على كل شيء
القدير الله تعالى سي كون چ توہی پوتس واتن سچو پر چیزس پٹ قدرت وول الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور وار بوجو یمن کافرن حرکات یم چ سین نمرویت اکی سیت کت کران یت پوشید تھاون تیم کت خدایس نیچے وار بوجو یم سات یم کل پٹ صادر ترویت چھ پانوین کت کران اللہ تعالی چ سوری زانان یم پوشید کران چھ یا نین پٹ کران چھ پز پٹ سچ پور زانان دلن ہز اندری می کت